الفارس المسلم الذي قاتل الأسد، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الملقب بالمرقال. كان فارسا شجاعا، شارك في حروب الردة والفتوحات الإسلامية. يحكى أنه أثناء فتح بلاد فارس، وبينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة، إذا هم يتفاجؤون بأن الفرس قد جلبوا معهم أسدا، وبدون سابق إنذار بدأ يركض نحو جيش المسلمين مكشرا عن أنيابه. فخرج من جيش المسلمين فارس شجاع يركض نحو الأسد. الجيشان ينظران ويتعجبان، فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه ليثا؟ انطلق هاشم وبصدره عزة وإيمان وشجاعة المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله، وكان يعتقد أن الأسد هو الذي يجب أن يهابه. ثم قفز عليه كما يقفز الليث على فريسته، وطعنه عدة طعنات حتى قتله. فتملك الرعب من قلوب الفرس، فكيف سيقاتلون رجالا لا يهابون لأسودا؟